أحدث شيء نزل بهذا العام المكياج كان قبل حاد، الناس قالت حاليا صار كله هادئ، وأكثر شيء يميل الألوان النودات أكثر، أكثر شيء اللاينر والكحول، وبنفس الوقت حاليا الكونسيلر أكثر شيء من الفونديشن، لأنه حاليا الكل دي يخلي الكونسيلر أفضل من الفونديشن، لأنه مو الكل اللي يحب تغطية عالية. شخص يقدر يميز المواد هي كل واحد والكوالتي حسب الشركة، وبنفس الوقت إذا كان يعني مثلا اللاينر مقاوم للمي والثباتية عالية راح تميزه عن العادي. أقلام الشفاء الأبرز لهذا العام اللون النودات اللي تجي على جوزيات، والنود الفاتح اللي يجي على ورديات. أحدث ما نزل للأيلاينر بهذا العام الألوان، يعني قبل بذاك العام كانوا يختارون الأسود دائما، حاليا لا، أكو أكثر من لون، وأكو بنفس الوقت يقدرون يدمجونه ويا لون الأسود بلمعة أو غير لون مثلا هيجي. دائما أنصح الفتيات بالاستخدام الميك اب، إنه ياخذون الأشياء الأصلية أفضل من التقليد، مثلا المسكار أحسن ما تاخذين شيء يوقع رمشك، تاخذين شيء أصلي بنفس الوقت تنطيها طول وكثافة وتخلي رمشك أوكي.